أن يكون فاهمنا في رسول الله وتواصينا بالحق والصبر في الله، فاهما في الله وفي رسول الله. ولذلك احنا جعلت عقيدتنا موجهة إلى الله ورسوله، إلى العبد وربه، ده عقيدة الإسلام. نعرف العبد بالرب في قيوميتنا، ونعرف الرب بالعبد في قيوميتنا. ولذلك أبو الحسن قال لي أدعو إلى الحضرتين بالحضرتين أشهده. أدي المعنى، فيكما نسخت نفسي فوجدت بنفسي في وجودكما. الأولاد يبقى القلب بيت الرب، كلام حلو. يبقى وجوه الله يبقى كلام حلو. يبقى هنا إذا أصلحنا قلوبنا فأشرقت بوجوهنا، يبقى عرفنا وحدانية الله، رأينا الله في أنفسنا، ويبقى هنا أفهم كلام الله وبيوجهني في هديه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا حسرة على العباد. الرب ده زعلان قوي. هنا الربوبية طبعا ربوبية الرحمة، مش ربوبية الخليقة والقدرة والعظمة والتنزيه. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أفكلما جاءكم رسول من أنفسكم، أفكلما جاءكم ذكر محدث. يعني أنا مش هلتزم العبارات القرآنية لأن بربطها على بعضها، يعني بعمل منها طبق تلي. فأفكلما جاءهم ذكر محدث من الله سمعوه لاهية قلوبهم. أدي عباد الله. أفكلما جاءكم رسول من أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم بالدور الحق بني إسرائيل. طب هم اللي انتوا ايه؟ انتوا مش وارد في حقكم حاجة ابدا. يعني وارد في حقكم انكم يعني آلهة؟ لا يعني خلاص، لا لكم ثواب ولا عقاب ولا عمل ولا نشاط ولا إيمان. خلصتوا خلاص من الله؟ يعني خلصتوا من قضية الله فيكم؟ ما هو ده كله نحن نقص عليك. لا ليه؟ نثبت بيه فؤادك، لأنه أصله بيتعب كبشر. فقال لي لا، الحكاية دي حصلت، يعني انت هتطلع اضعف من فلان، ما خليك زي فلان، ما تصبر زي فلان. استكن، نحن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق. اهو الحق يبقى كده، ما هو ما يبقاش الا كده، يبقى في بيوت مرفوعه، يبقى وبشرى، لان انا هكذا افعل في بيوت موضوعه، وموعظه للمؤمنين. يا محمد استسلم كما أمرت. فأين كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول لك شيبتني هود وأخوات. أنا شفت لما قال لي استسلم، لأن لما يقول لي استسلم يبقى الاستقامة مش موجودة. بيقول لي استسلم، بيقول لي استسلم ليه؟ لازم مش مستقيم. لأن استسلم يبقى أنا فاقد الاستقامة. أمشاب لما تصور انه هو في غير الاستقامة، وإلا ما قال له استقم، الخضة دي شيبت. كان فضل الله عليك عظيما، انك على خلق عظيم. امسك مطمئن ولا انه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم 70 مرة. اهي اغيان واغيار يا رسول الله؟ قال هو انا عندي اغيار، هو انا شايف غيره، ده انا شايفه في الطائع والعاصي، انما هي اغيان وانوار، لاني انا بطلب مرضاته واطلب الاستقامه فيه، وهو بيقول لي كل يوم استاكن، بل اروحي لسه في حته ناقصه. ما قلت لكم اني ارى، فالراي يخطئ ويصيب. ما قلت لكم قيل لي فصدقوني فاني لا اكذب على الله. ما دي الاستقامه، مش عاوز يفارق صفه الخلقيه قبل الانحراف، لأنه لو فارقها فلم تكن لوجب عليه أن يقول ما في الجبة إلا الله ذا الحلال، وقال سبحانه ما أعظم شأني، فاختبر الناس، ففتن الناس، فضع الناس، ولكنه أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. فقاعد بقى عمال يتحسس عقولهم على قد إيه،
بالميزانية تبقى ايه، ويكلم ابو بكر بايه، ويكلم عمر ازاي، ويكلم علي ازاي، ويقول لفاطمة بنته ايه، لما يقف على المنبر يختلط عنده الحابل بالنابل يقول ايه، كل ده داخل تحت السقف، وامرت انه خاطب الناس على قدر عقوله.